جهاد الخطيب هو ابن أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب، من مواليد 24 أغسطس 2005 ببيروت، عمره 15 سنة. بدأ عام 2012 أنه يلعب كرة السلة ويا فريق هوبس. عام 2015 انتقل إلى الرياضي بيروت، ثم عام 2017 إلى نادي تشامبس حتى يصير هناك حتى عام 2020، قبل أن يلتحق بمعسكر جونيور NBA. وبنفس السنة التحق خطيب بفريق ساسكي باسكونيا الإسباني، بس توقفت التجربة بسبب جائحة كورونا. ب 22 أكتوبر عام 2020 انضم جهاد الخطيب رسميا إلى فريق فنربخشة التركي بطل أوروبا، بعد أن نجح بلفت الأنظار بالمخيم الصيفي الذي جرى في شهر سبتمبر الماضي، ليصبح أول لاعب عربي ينضم إلى فنربخشة بعمر 15 سنة. راح يلعب الخطيب هذا الموسم ويا فنربخشة التركي لفئتي دون 18 سنة و 16 سنة. جهاد الخطيب، مبروك انضمامك لفريق فنربخشة التركي. شلون كانت هالتجربة وياك، وشن التحديات اللي واجهتها، خصوصا انك اول لاعب بعمرك 15 دي يحترف ويا هالفريق؟ هذه صراحة اول مرة بحياتي يعني ابعد عن عائلتي واهلي وهيك، كانت تجربة هايدي يعني تجربة صعبة، بس انه نفس الوقت يعني مبسوط لانه صار معي هاي الفرصة يعني. نايس. أصلاً قصتك والله ذكرتني بكريستيانو رونالدو اللي هو اضطر يبتعد عن عائلته لما كان بسبورتينج لشبونة بعمر 13 سنة، بس لليوم يذكر أن هاي كانت من أحسن القرارات اللي اتخذها بحياته اللي ساعدتها بمسيرته الرياضية، فإن شاء الله أنت تتبع خطواته. إن شاء الله. أنت دابا في تركيا، شنو الفرق اللي كيبان لك ما بين كرة السلة اللبنانية والعربية وكرة السلة في تركيا؟ الفرق هو الالتزام بالوقت وجدية التمرين، وهون يعني من 2-3 تمرينات بالنهار مع الفريق أيضا، أكثر يعني 3 تمارين أكثر شيء، بس بلبنان 3 مرات بالجمعة مع الفريق مثلا، هون كل يوم كل يوم كل يوم ما في فارق بيها. طيب جهاد، نحن منعرفك ومنعرف بيك كتير منيح، هو أسطورة بكرة السلة فادي الخطيب، كيف أثر فيك فادي على حياتك الرياضية وقدي حمسك عليه عم بتعيشه اليوم؟ صراحة يعني بشكره، هو عمل لي كل شيء يعني، هو تعب اشتغل ليوصل ليخليني أوصل من وقت ما بلشت هلأ، يعني هو اللي عم يدعمني وهو عم بيساعدني كان بكل شيء. الله يخلي لك يا جهاد. ايه طموحاتك في الباسكت بول، ويا ترى هتفضل بتلعب برا لبنان ولا ناوي ترجع تلعب في النادي في بلدك وفي المنتخب الوطني؟ صراحه يعني بتمنى، بس انه هالاوضاع هلا مش منيح على الباسكت بول.